هذه فكرة سيئة. من حيوان غبي، هدية أمي خليفة مصر. لما لم يعطني ذهبا أو جواهر؟ اهدأ. لا لا، بل أعطاني هذا الوحش. إنه حصان قتال وليس كهذا القطيع الذي نركبه. يجب أن تعرف كيف تعامله. أنا سأتصرف. لا تقلق، فهو يعرف ماذا يفعل. طفح الكيل، ستندم. في معظم الأحيان. علي أن أترك هذا الوحش للنهابين. النهابون؟ لصوص، وجودهم يثير الرعب. يهاجمون القوافل، ينهبون ما فيها، وإن كنت محظوظاً يقتلونك في الحال. وإن لم تكن محظوظاً؟ الأفضل ألا تعرف. ليت البراغيث تنهش أجسامهم نهشاً. ولكن لا تقلقوا، يجوبون الشمال في هذا الموسم. إذن فلا داعي للقلق منهم، يمكننا أن نطمئن، أليس كذلك؟ يبدو أن هذا يوم حظنا يا رجال، صيد جديد. مصطفى، أولئك النهابون هل يغيرون في مجموعات من 5 أفراد مثلاً؟ أجل أجل، أي يلبسون السواد ويهاجمون والشمس خلفهم؟ بالضبط، كيف عرفت؟ انظر هناك. يجب ألا يكون هنا. نهابون! اهدأوا، خذوا أماكنكم، أديروا الجمال، لا تقفوا هكذا، أنت تحرك. توقفوا جميعكم، إن خفنا سنهلك. إذا أردتم النجاة فانتبهوا إلي. طارق، متى يصلون إلينا؟ هذا رهن بسرعة الريح وحالة الجو. طارق، ربع ساعة على الأكثر. أنزلوا البضائع من فوق الجمال، ما لا تستطيعون حمله اتركوه. هذا جنون، أتعرف كم دفعت ثمنها؟ اختر إذن، إما مالك أو حياتك. مصطفى، أمهلني لحظة، أفكر في الأمر. تركت ما يساوي ثروة هناك. آمل أن تشغلهم عنا لبعض الوقت. أنا لست سعيدا. أعندك حل آخر؟ هيا، لا داعي للطمع، خذوها. طبعا، لم يختاروا البديل السهل. سيلحقون بنا. سوف ننجح. لا، إنهم فرسان مهارة وخيولهم قوية. يجب أن أعود، سوف أعطلهم. هذا انتحار، إنه السبيل الوحيد. ابقى مع القافلة وخذها إلى تدمر. صلاح الدين، هذه فكرة سيئة. فكرة سيئة جدا. اتركا هذا الغبي لي والحقا بالباقين. سيقطعك رجالي إرباً. ألم تعلمك أمك؟ التعارف أولاً ثم التهديد. اذهب أنت، سأعود للزعيم. اترك لحظة كي أفكر. لا،
ترجل عن حصانك وارفع يديك إلى أعلى. حسناً، أنا لن أؤذيك. سأخذ هذا الحصان وأرحل من هنا. هذا لن يحدث يا فتى. كلام شجاع نظراً إلى أن السيف معي. وأنا معي رجلان آخران. انتظر، إنه يثير اهتمامي. صلاح الدين لن يأتي، لا شك في أنهم يعذبونه الآن حتى الموت. آسف، ربما قتلوه على الفور. سننتظر. فارس! عجباً، كأني أرى شبحاً، لقد عاد. هذا ليس هو. أو نهاب؟ علينا أن نرحل حالاً. أو تلك رمية مستحيلة. لا شيء مستحيل، الأهم هو اتجاه الريح وزاوية التصويب. سوف نموت جميعنا. ومن جهة أخرى تصوب وترمي. سيأتي غيره. لنتحرك. لقد استيقظت. أين أنا؟ في سوق النخاسة، باستفاضة في سجن معسكر النهابين، وعلى رأسهم القائد بهرام. أهو قائد؟ هذا رأيه، ومن يخالفه الرأي لا يعش طويلاً. أنا اسمي... لا داعي، اسمك لا يهمني، فالعبيد كلهم سواء. أنا لست عبداً. قريباً تصبح عبداً، سيبيعنا بهرام جميعنا للمصريين، وسنقضي ما بقي من عمرنا التعس القصير في تلميع أحجار الأهرام. الحياة ملأة بخيبات الأمل. القائد بهرام. داينكن، كيف حال أغلى سلعة لدي؟ ستأتي لي بسعر كبير، عبد أشقر، شيء مدهش. وأنت يا فتى، سببت لي متاعب كثيرة. أيعجبك سيفي؟ ارفع يدك عن سيفي. أتو. سعدت بلقائك. حاول ألا تصرخ، فهو وقت نومي. سأحاول جاهدا. أملك دكانا هنا، سيعتنون بنا. جيد، أريد حصانا آخر. لقد انتهى يا طارق. أنت لا تعرفه، إنه أعند من ذلك. الحصان يا سيدي. لن أدفع أي مبلغ إضافي ولا مصاريف سفر. أحرجتني اليوم يا فتى، لا يفلت أحد من العقاب على ذلك. مظهرك محرج بما يكفي. والآن أريدك أن تتوسل. أعطني سيفي وسنرى من فينا سيتوسل. سأوقف الضرب، ولكن توسل، أطلب الرحمة. أيمكن أن أطلب الصمت؟ صوتك يزعجني. نفذ له ما يريد أيها الأحمق. نحن نرأف بك لأننا نريدك سليماً حتى تباع غداً.
لن نسلم بضاعة محطمة لأصحابنا تجار العبيد. أرجوك كفى. الآن صرت جاهزاً لتكون عبداً، فاستمتع بآخر يوم من الحرية. لعلك تتعلم بسرعة. أجل، دروس القائد تزداد شراسة في كل مرة. لقد حاولت أن أداوي جراحك، لكن الإمكانات هنا ضعيفة. سأوصل شكواك للإدارة. إذن ما الذي جاء بك إلى هنا؟ مثل أي مخطئ، بسبب غبائي. العشاء جاهز، هيا نأكل. وجبة سيئة أخرى. لا تخجل مما حدث، الكل يخضع في النهاية. أنا لم أخضع، حصلت على ما أريد. ترى ما هو؟ تفاصيل المعسكر، رأيته كله وهم يأخذونني. أنا سوف أهرب وأنت ستساعدني. أنت مجنون. أنا لن أموت عبدا مجهولا. سوف ننجح معا، سوف ننجح معا كلنا. إن كنت تقصد هؤلاء فأنت مجنون وغبي أيضاً. هل أنت معي؟ إذن فقد صرت عبداً فعلاً. ربما أخطأت حين تركت بيتي. صلاح الدين! صلاح الدين! صلاح الدين! اسمعوا! المصري قادم! حاولوا أن تبدو أذكياء! إن كان ذلك ممكناً، هذا الرجل جودة سيقتلكم لأقل هفوة! إنه تاجر شرس، وأنا أعني ذلك بالفعل! ها هو آتٍ! إنه آتٍ! لا، إنه آتٍ! تذكروا، إن أحسنتم خدمته تكسبوا، وإن أسأتم إليه لن تحيوا ليوم آخر. أهلا بك في معسكري. أنت القائد بهرام؟ وأنت جودت؟ أجل، أنا أرى أن سمعتي سبقتني. أعتقد أن عندك صفقة لي. أواثق أنك أنت جودت؟ أنا المعاون الأول لوزير الأشغال العامة. والآن هل تريد أن تتم الصفقة أم أذهب لغيرك؟ حسن، تفضل، البضائع من هنا. لا، ليس الآن بعد هذه الرحلة الطويلة. وصلت الرمال في جسمي إلى حيث لم تصل من قبل. كيف تعيشون هكذا؟ سأحتاج إلى حمام أولاً، بماء وصابون إن توافر. أنا أحب الماء ساخناً، أسمعت؟ ساخناً. بعد هذا بعض البلح، ثم بعض الكباب. أفهمتم؟ عجباً، يبدو أن القائد سيتحول من الآن إلى مربية. لما الضحك؟ أضحكاني معكما. مربية، شيء مضحك. حسناً، هيا بنا. لا، ماذا تفعل؟ أنقذ حياتك وحياتنا. إن لم تنجح خطتك سنقتل كلنا. هل فكرت في ذلك؟ سأخرج من هنا. لا، لن تخرج. أخطأت بهذا. مجنون، دفع عن هذا يا غبيان. إن تأذى أحدكما سيقطع القائد رؤوسنا. كفى. Oh!
الآن آسف، لقد تحمست قليلاً. هيا بنا لنخرج. ألم أقل لك إنكم رجال؟ لستم ملك أي أحد سوى خالقكم. كنتم أحراراً وستعودون أحراراً، لكن يجب أن تقاوموا. تعالوا. رأيت، لن يخرج أحد سوانا. حسن أيها القائد، متى أستلم بضاعتي؟ حين ينتهي رجالي من عد النقود. ليس لأنني لا أثق بك، ولكن لأنني لا أثق بك. ولكن يا بهرام، الثقة هي أساس أي صفقة تجارية. لا، بل هو المال، وفي وجود هذا الثقة لا تعني الكثير. شعرت بالقلق يا جودة، أنت متوتر، يجب أن تهدأ. أين روح الدعابة؟ أجل، كانت دعابة ظريفة. ما هذا؟ مساء الخير. اللعنة، من هناك؟ إيه، ماذا حدث؟ لا شيء، ظننتني سمعت صوتا، أخطأت. بهرام، اخرج إلي يا جبان. أعترف أنني فعلاً منبهر. أنا سأقضي عليك. من هذا؟ جزء من بضاعتك. شجاع، ألا تظن؟ يا رجال، أيها الحراس، حان وقت العرض. أهذا أفضل ما عندك؟ من أنت كي تتحدى القائد بهرام؟ أنا صلاح الدين ابن أيوب، فارس دمشق، ووجهي هو آخر شيء ستراه في حياتك. لأنه ملكي، سوف أرد لك ثمنه كاملاً. لا بأس إذن. ألا يجدر بأحد أغبيائك أن يراقب الخيل؟ الآن يا دانكن، هل يقتله أحدكم رجاءً؟ سنقاتل معك. سنقاتل. أيها الجبناء، صلاح الدين،
أتريد حصاناً؟ أين كنت؟ ألم تسمع بالدخول البطولي؟ شنيعاً. يوم شاق. أسرع من هنا. أين حصانك؟ خارج المعسكر. وجدت لك حصاناً آخر، حصاناً عصبي المزاج. آه لا، اسمع، أنت لا تحبني وأنا لا أحبك، ولكننا نريد أن نهرب من هنا، فهمت؟ سأعتبرها موافقة. هيا لنتحرك. من هذا؟ دانكن طارق، طارق دانكن. انتظراني. ماذا ستفعل؟ نسيت شيئا، سأعود على الفور. لا تقف هكذا، أطفئ النيران. أيعجبك سيفي؟ أعده إلي، أريد رأسه معلقا على رمح في الصباح. لا يمكننا أيها. لماذا لا؟ أخذوا الخيول كلها. هذه مهزلة. دعني الآن. وافقت على التعامل معك لأنني سمعت أنك تحسن عملك، والواقع أنك غير ذلك، فبضائعي الآن في طريقها إلى دمشق. أريد أن ترد لي ما دفعت وأن تدفع لي تعويضاً عن الوقت والتعطيل والأولوه. أنا لا أحب أبداً دفع المال، فذلك يعتبر تبذيراً. خذوه بعيداً عني. لا يمكنك أن تفعل بي هذا. ألا تعرف من أنا؟ أنا أتلقى أوامري من خليفتي. أهنئك، قريباً ستتلقى أوامرك ممن هو أعلى شأناً. صلاح الدين. كدت تقتل من أجل استعادة سيف؟ ليس السيف فقط، فقد فزت بصديق جديد. أنت تحرجني. يقصد الحصان. حسناً، والآن يجب أن أرحل. الخطة نجحت، دعنا لا نكررها أبداً. وداعاً. دانكن انتظر، أنت ساعدتنا فعلاً. يمكننا أن نستفيد من شخص يحسن القتال. أتعرض علي عملاً؟ تعرف أنه من الفرنجة. ليس ذنبه. اسمع يا دانكن، عندك عمل آخر؟ أحتاج فعلاً إلى العمل، إلى أن تأتي فرصة أفضل. المحطة التالية تدمر. هيا. تدمر من هناك. أعرف، كنت أختبركما. مستقبلنا مظلم.